صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان. الله أكبر الله أكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلمين، فحدثوني ما هي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يتكبراتشو يا أفريكا تيبي تكتاتايوج بيالاتشو بتوناتشو يا بخاري حديثوچن بمتبابق لا يمتگنيو هلو زاري من دتلمدو كبخاري حديثوچ يتوسنو تنيجي قرب يالونا بتمونا لمكتاتل شالو إن شاء الله يهنن سمتاتشو تتقاميوچ اندتونو دمو كالله سبحانه وتعالى لمن الله. زاري من النساو باب التواضع نو ولت شي زت انا سوستنيا ولاينا يالنو يهنن تواضع ميبالون متنانس زك مالت بسوچ لاي على مكرارات على متبت على مامز يبلاينتن على ما سايت بميل ليجلص يميشل بتام يتقدس بتام طرو ملكام بحري نو بزي گداي لاي ابو هريره يزگبولن حديث الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته أو مساءته. بميل يا رسول صلى الله عليه وسلم سلا تواضع يتدرج يتذكر الحديث إن أعلم. أبو هريرة من دنو ميلوت نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انديه بالوال في الحديث القدسي لالو: من عادى لي وليا ينين وداج يتتعلا ينين وداج عزا يادرق فقد آذنته بالحرب بطرنت عساوك والله طرنت جمري والله طرنت أوجبت اللهن إلى الله. انقديه يا الله سبحانه وتعالى ليو وليو التعلوت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالله سبحانه وتعالى بتككل أمنوا لا الله سبحانه وتعالى رأسات جون يسكزوا الله أنم يسكتون ذروتهم بملو يميك لكلوا أقمات جوشالني هل الله عبادة يميادرقوا سواتش ويمباروتش عزا يادرق يتعلات يادرق سوت ورنتا وجبت الله على يتنياهم باريه وديني مكرار بيا ياسر راو سرا يلوهم قديتا كادر ركوبت ببلتا سلازي قديتا وچون يسرو يالو سوچ يا الله ترو وداجوش النسونا چو عندان دوچو واناون قديتا وچون ملو بملو سايفز سمو عندان دلاي كواجباتهم بتجمعري يسرونا ليلة أولاي دمو واجباتهم يقعد لالو لا
بجمرا واجبات وتشولاي هلم أنت لا يلوب به النجر لما وقعت موكر كالله سبحانه وتعالى مفاكر يا وتشنا وديتها ما أغنيا وتش تكبرت قديتها يا درج باتشو وانا وتشناتشو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قدي فرضتشون كدرس قديتها وتشون كتوت أبوها لا دم وترفع ترفوتشين يسرى ودني كمك عرب أي وقدم أو ودجها الله سكمل ودرس ويمسكم ودو درس إني قاس كمي فاس كمي ودر درس فإذا أحببته كودركت أكنت سمعه الذي يسمع به يمي سمع بات جروه هنا له وبصره الذي يبصر به يمي عبت عينه هنا له ويده التي يبتش بها يمي متعبت الجه هنا له ورجله التي يمشي بها يمي هدبت قرم هنا له وإن سألني أرقلن بلو بتأيك أين لأعطينه ستعو لهم ولئن استعاذني لأعذنه تبك أي بلو بما تأني تبك والله وما ترددت عن شيء أنا فاعله عند النقر لمسرات ودفت ودوها لا بي علاكم ترددي يمن ملالس ينهل عن نفس المؤمن يعند المؤمن نفس لموسد كم ما درقو لو سدبت علو سدبت لروح اللوطة على وطة أيالكم ودفيت ودهالا على لكم لا مؤمن نفسكم ما درجوا يبلده سبحان الله لا من دنو يكره الموتى موتني فرال مؤمن موتني فرال لا بتأم موتني فرال لا مني فرال مسألةشو نجر نجر ودي مي جت ما ونجر أسلم معك بين الخوف والرجاء سلام الله هو التنيا ورمي برز دم كتر يهون الخيرج أمر الله بروس لم يسب وأنا أكره مساءته السن ماسك أيام دم والفلقم سلزي كادرو درسو والسدس كما درق بالدرس يهنن سكفاو مايات لعلم فلق بهن بعلم فلقه يسوني هالما درق التي يلم بميل يهنن الله سبحانه وتعالى يتكبر حديث نقر قري تواضع لي يهي حديث انديت يا ملكة هالكالاتشو لا الله سبحانه وتعالى انديت تواضع اندم يادر يسوليج لا الله سبحانه وتعالى تهزاج النتو من يهال اند انت اندالن اندى ملكة يا سيا انا يهي حديث الله سبحانه وتعالى يتليو اولياء واتشن دالوتنا يا ملكة من عدالي ولي فقد اذنته بالحرب يسوليجوش لهولة اندم يكفرون يا ملكة يا الله وليوتشنا يا الله تعالاتوش يا الله تعالاتوش من لاتشو يا الله وليوتش عزايم يادرقو مهوناتشو قلت الله سبحانه وتعالى قديت يادرقباتشو النقر يادرقبن النقر بمفز أماتشن يا الله سبحانه وتعالى وديتا يمنا قيمهون ودسو يتقربنا من قربت عبادة صلاة وزكاة وصوم وحج ويولاجوتشن حق متأبك أمر بالمعروف نهي يعني المنكر مادرقوتشنا مسلوتشو ناتشو يقد عبادة لمادرق نفل نقر مسرات بيتشا مالتن دال هنا بقلت سينا. ودى الله سبحانه وتعالى يتقرب ويتقرب ويتقرب سواج بس يتمكو سواج هل مناو السيالو نميهون اللاتشو اجاتشو يسجن نميهون اللاتشو ويم يسجن نسو نجيهون اللاتشو ليه مالت من مالت لو مفلقوت النقر عدرق اللاتشو عنه النسو يمتو تدولاو كاللال عدلم النسو يميسموت كاللال عدلم يعني النسو يميايبت عين السليايبت اي چلم يميمتوبت يقميهدوبت اقر هلو السوي هو اللاتشو عليهم من تقلال لانك بكابيل يادرق اللاتشو إن تزقاج الله سبحانه وتعالى ينقرنا نا ليلو يا الله سبحانه وتعالى بارياوش اجاتشون ودا الله كان أدرقو بقى كلمنين يسطوا الوارل لين سألني لأعطينا الله سبحانه وتعالى لمن وجاتشن يمي كبال اللاتشو هاتبك إن كالوت يمي تبك عجو مهنون النا كزيابة تجماري دقمو بفستم النسون مياس كفانا قر مسرات دم ما يفلق الله سبحانه وتعالى قالي قباب بتعلق حديثنا باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الله سبحانه وتعالى مجنانية يودده ينافك الله سبحانه وتعالى مجنانية يود لتال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره الله وكره الله لقاءه. عبادة بن الصامت بدأم يمي قرم حديث تناقروا نبي عليه الصلاة والسلام اندها لنالو عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي اندي بالوالي لالو الله يودد الله قار مقنانية يمي أسدستو الله قار مقنانية يمي نافقسو الله سبحانه وتعالى كسو قار مقنانية يودال الله قار مقنانية يمي تلاسو اللهم كسوغارا مغنانيتن يتلال لالو نبي عليه الصلاة والسلام عائشة ويم كمستو تشاتشو عندو عندي هالو إن يكو موتن انتلال لن ألواتشو أي موتن متلات عدلم اللهن متلات مالات سوسايهن مؤمن سكرات الموت بميمت عبت جزي بما تطار لاي بميهونبت غزي بطار موت لاي باللبت غزي يا الله وديتانا يا الله كبر في لفيتو اندمي طبقوت يبسرال بزي غزي بطام ينافقال يغواغوال ودزي عالم هديب بطام يمسطال الله سبحانه وتعالى بارياون ماغنيتون دسيلوال እሱ የሚፈልገው ወደ ኋላ ተመልሶ እዚህ ዱንያ ላይ መጨቃጨቅ ዱንያ ላይ መድረክ ዱንያ ላይ መንከራተት ዱንያ ላይ መሰቃየትን አይፈልግም እየተበሰረው ያለው እየተበቀው ያለው የጀነት ያአላህ ውዴታ ያአላህ ክብር እየታየው በጣም ነው መሞቱን የሚፈልገው ካፊር ደግሞ ካሃዲ ደግሞ አላውቀህም ብሎ አላህን ሲክድ የነበረ ሰውዬ ደግሞ በማጣጣር ላይ ባለበት ጊዜ የሚመጣበት ፈተናና መከራ የሚታየው ጨለማና መተት በጣም ሲደነግጥ ፍለፊቱ ያለው ነገር በጣም ስለሚያስጠላው ምን አይነት መከራ ነው በሚል ወደፊት መቀጠሉ ማይቀርም ቢሆን ግን እሱ ይጣላል ስለዚህ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋራ اللهن مغنانيت يميفلق مالت مموت يميمي مالت عدلم كموت بحلا لالو عالم طعات ماتا تنكرو يتزقاج عكال مالت نو سبحان الله الله سبحانه وتعالى يمي ودد جيتانو اللهم سبحانه وتعالى يمي ودد جيتانو سوچ دقمو اللهم سبحانه وتعالى تزازات بالمكبر يتألو تالكافر وچو النسلمي تألات جوان الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين يسول جوج بطارموت لاي باللبت غزي بسراتوچ اندمي متولاچو للمؤمنوچ يهم بسرات دغمو يبلطه ياللبتن يطارموت مكرانا لفات اندمي يقللاچو اندمي يقنسلاچو ሌሎቹ ደግሞ ጣረሞት ላይ ያሉ ከዚያ በኋላ የሚቀጥለ የሚጠብቃቸውን ዓለም መጥፎ ሁኔታ የሚያዩ መሆናቸውን በዚህ የተነሳ ደግሞ ጣረሞት ላይ የበለጠ እንደሚሰቃዩና እንደሚንገላቱ ያመለክተናል። ባቡ ሰከራት الموت የሞትን ጣረሞት በተመለከተ عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من العرب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم رجال جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم عائشة من إلال رضي الله عنها عند زنبلو سرعة يللاتشو زلانوش متو نبي يقار عليه الصلاة والسلام كاما مچنو يلواتشو نبر زلانوش ناتشو يا عرب زلانوش جفات ناتشو مالت يعني نقا قرسلت يعلم منو
نبي عليه الصلاة والسلام إن زيادة يقاتشوا كما هكلاش على ملس على دميوك النس على ليج النتي على لون يعيوننا يهلج ككتلة دميوك كرزمة بيكوي بيكوي ما توامت ماله نوار كرزمة كأما إذا سارج جدر سبتهال كأما سو سارج تدر سبتهالج سبحان الله بعث أنا والساعة كهاتين بلو أتوتشون ما سيتوا يقالوا يك أما ملك توج درس وال تاي توال بس أتشو جزيم باب يقبض الله الأرض يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يك أما كان مارية يجبت عتال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم قال إدامهم بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000 سبحان الله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام يك أماكن عندك كتات هنا اللج مدرالو عندك كتات هنا اللج الجبار هيانو جيتا الله بجو يقل باب بتعتان አንዳንዱ ያንዳንዳችሁ አንድ ዳቦ ይዛችሁ በመንገድ ላይ ይዛችሁ ወዲ ወዲ ያላችሁ እንደምታዋት ኑዙለ ለአህል الجنه ለጀነት ሰዎች መስተንግዶ ሆና አንድ ቂጣት ሆናለች መድር ይሄንን ተናግረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍታ ሳይቆዩ አንድ አይሁድ መጣ ልክ እንደመጣ ባረከ الرحማኑ عليك يا بالقاسم የቃሲም አባት الرحማን በረካ ያርግህ በረካውን ያወርድልህ አላቸው ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة يكما كان يجن السواج مستنقروا من اندونا لنقر تفلق الله لا شو قال بلا سنقر أن يعلوت قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبيك أدن بلا اندالوت مدركو عندك التعتوان عالج نبي عليه الصلاة والسلام ودن يتملكتنا بتأمساقو أنتعطي أتشوس كم التدرس كتبلو ساقونا كذا ألا أخبرك بإدامهم يهيك الطاو مجبنا وميبلانو ما تاكشاو دمو واتعشو من اندهونا لنقره جنة سوى چالوت قال إدامهم بالام ونون بالامنا نون ناتشو بالام مالت قالوا وما هذا من دنو بالام مالت النانون مالت ثور ونون نون مالت عسا مالتنا ثور بري مالتنا ندزي ناتشو يأكل من زائدة كبيدهما كقبتها متنتلت ألواء يقبتها بتعم مرتوا متبالوا يتفرتم يالتشو يسوا كسوا كهولتهم يبلال 70,000 سباشي كاندوا ميبلال السوائنة ومستنقدوا أتشوالوا نبي عليه الصلاة والسلام عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي كقرصة نقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد سهل بن سعد دم رضي الله تعالى عنه من قالوا نبي عليه الصلاة والسلام سنناقر سمتشان له من بلو يحشر الناس يوم القيامة يك أماك أنسى وجه الندالو ويمك أسك أسالو كي يلبتك أسكسو تنرتو إزياء درسالو على أرض بيضاء بنج مريد مدرلاي عفراء من ما ينثلي لا كالري للبات نسوه هونج كقرصة نقي اندى نسوه دوكيت معنو نفيت معنو يهي نسوه هل دوكيت سننفى نج هنتو على نج اندمي هون اندى السوهنا بالج مريد لاي يكسكسال لسوج قال سهلنا وغيره ليس فيها معلم لأحد إذ ياتش مدر لا يمانم كل يللو
የማንም ምልክት የለው የማንም ፎቅ የለለበት የማንም ገደብ የለለበት ሁሉም አንድና በአንድ መሬት ላይ ተሰባስቦ የሚኖርበት ያንን ቀን ነው الله سبحانه وتعالى مدرن بانداند كتا يميادر قبت كيف الحشر بابو باب كيف الحشر كسكسا ونديت اندمي الندى بيبو تاو يعلون سو كسكسو الله سبحانه وتعالى انديت اندمي ندى ويمياسا يون حديثنا من نايو الله أكبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا يا رب نبي عليه الصلاة والسلام اندها الوالو يا أبو هريرة سنناقروا سوات ميكسك أسوت بس وسط من قرنوالو راغبين وراهبين راغبين بتأمك الله تسفن ياهنو راهبين كونجلات شو مفروهنو واثنان على بعير هلتو شو عند قمن لي وثلاثة على بعير سوستو شو عند قمن لي أربعة على بعير عرات سو عند قمن لي وعشرة على بعير راس سرم عند قمن لي ميهنو بتهلا ليلاونم የሚቀሰቀሳቸው እና የሚነዳቸው የሚያባራቸው እሳት ነው ተቂሉ معهم حيث قالوا የሚያርፉበት ቦታ ላይ ታርፋለች እሳት ወተቢቱ معهم حيث باتوا ባደሩበት ቦታ ላይም ታድራለች እሷ ወትስቢሑ معهم حيث اصبحوا አነጋችበት ቦታ አነጉበት ቦታ ታነጋለች አብራ ወትምሲ معهم حيث امسوا አመሹበት ቦታ ላይ እሷም ታመሻለች እንዲያርጋ የነዳቻቸው የከመከመቻቸው አርضን በይዛ ድረስ ይዛቸው ትመጣለች አና አይሻ رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك عائشة رضي الله تعالى عنها اندي لالو نبي عليه الصلاة والسلام يك أماك أنت كسك سالاتشو حفاة بعد أقراتشو نوناتشو عراة لبسي للاتشو راقوتاتشو نوناتشو غرلا وشلاوتشو ناتشو يالتقرزاتشو خوناتشو قالت فقلت يا رسول الله يا الله ملك تنياه يالكواتشو الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض وندم سيتم عند لاي هنو عند ليلاون يايون من نكسكسو الكواتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذاك قداو يزيان التي ألو قدا يهي كما ساسباتشو كزينو راقوت مهونو من متايتو من انتنس قطرس يما يقبابت كأنوكو كب قداو وزيابت آمي كبدنا كزيباسنو آلواتشونا إلان لزينو كيف يحشروا انديتنو من نكسكسو انديتنو من ننددو انديكوننو يتقافان من هدو يانكن بسلام مالا في فلقسو يزيقا جبت لما لتنو تنش النرفنا تمن لساني قتلو تنحديسوش انكتلا لن إن شاء الله بزوات راكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن أعلم معناهم كالله نيمته قرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعفي مثلين قرآن يلقين يونه يشرك تقبال يا الله لجاله يا الله مستاله الله اللي هذا الرجل دكمه عرفه انديه بلو يم ياسر الدانقر ملايين مسح في صفه ولدتهم الله ان يمي فاروت سواج ناتشو بقرآن يمي التكمو قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر
قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. كرفت وهلا تملسنا باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى بسفرنا بميزان يميا دالوتن يميا قادلوتن سوج من الاتشو ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم لزيالة تلك أن حساب يمي كسكسو مهوانا تشون عارقا قطم منه ويم ايتراترو من يترتر سو كو يتنققال ادم يا كان اندال ايارغاغطو مننانو يوم يقوم الناس سوت يمنسوبت كان لرب العالمين لعلامات جيتا بلو سوره المطففين كاراتس ك 6 يالون قران بدنب يميابرارا دمو بليل ابابال يميجلصون حديث يمنايبت نو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم سوت شالبات شواليك أم كنالو حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا مريت لأيس هبا كند 35 كيلو و35 متر كم يدرس درس بقرف بقرف هونو يعند سولاب ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم يلقم أتشوال يوت أتشوال يفن أتشوال حتى يبلغ آذانهم جروا أتشوف كم يدرس درس. أيه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوما عظيم مالتهين ومالتهين يوم يقوم الناس لرب العالمين مالت الزبوة علي يقوم بتكن مالتنا يعني كان أستاوس بميزان بسفر بتلايو فرجد ودايلا يقباه يكتف كاله كله يعني كان أستاوس الناتة تنكك هنا من النبي عليه الصلاة والسلام. باب القصاص يوم القيامة يك أما كان كفية يلبت بهونون مكة كاسن دالة. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء يكما كان يمجمر أو وساني يمستونا مفردو بدم لا يتنكاكو سوش ناتشو دم لا يتكأبو دم يتكأبو سوش ينسون حساب نوم يعورار دو مجمر يع. سلزيه واندمهنهتهن يا الله ان خلق دم أفسسه كما قنيت تتنكاك. باب صفة الجنة والنار يجنتنا يساتن مجلج أوج يمياس أيو حديثوتشن النعلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نبي عليه الصلاة والسلام اندي بلوال يجنة سوت ودى جنة سيهدو يسات سوت ودى سات سيهدو موت مبالون خلق الله يامت أنا بجنة النابسات مكاكل عرقو ياردوال يجنة سوت من دعوت يجهنم سوت من دعوت عدرقو كذي عند تتعاري الطرال يجنة سوت كذي بهالا موت مبال يلم يسات سوت كذي بهالا موت مبال يلم بميل سيهوج يجنة سوتش دستاتشو بدستاي جمران دستا بدستا لا يهونالو يأساس سوتش دقمو من يهونالو هزن بهزن لا يهونالو موت اللمة موت متون قيان نقر أقوارتو ليلة نقر يوصلنا البلو تسفى اندايتلو يمجر رشا تسفى ياسكورت أتشو هلالو نبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضاني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام اندي بلوالالو إن الله تبارك وتعالى الله تراتق قباونا
خيرو يبزا جيتا الله انديه لان يجن السوج هوي يلا جوان لبيك ربنا وسعديك عبيتو جيتا تشين بانت فيت قربنا اللي هو يلالو فيقولوا هل رضيتم تدستاتشو هال بسطوهاتشو يلا جوان فيقولون وما لنا لا نرضى انديتنا ما ندستو من هنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك لليلة وخلق ألستهم لن يستهن لمن أنه ما ندستو فيقولوا أنا أعطيكم أفضل من ذلك أعون لنا أنت كستوها تشوي بلت ستأتشوها اللهم دقنا إلى الشوال فيقولون إلى الله وأي شيء أفضل من ذلك إن يقا قال له أهن كجنة يبلت من لنا نويل تال فيقولوا أحل عليكم رضاني يعني نديتنا أنت لا يسفروا اللهم فلا أسخط عليكم بعده أبدا كذي وهلا أندمكنا لك أيماتهم ألك وطباتهم ميلا جوال ألتألاتهم ميلا جوال يا سلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع بكافر تكشاوش مكاكل كذيز كذي بعلو رزمتو يك أماكن ديتن دم من نفافة بات عم فتان غالاوي كتبالة سوسكن يمياسكد نومي هونو حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الله يقينا من مثل هذا العذاب يا الله إنا اندي خونو نومي قباو لما لتكونو. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نبينا لالو عليه الصلاة والسلام قالوا أنس سوج كسات تنش تفي تنش ككلا ويم قرفيا كاقنيا جوبهلا قرفوا ولا فونوا قرفوا يمي وطعا بدنا اللالو يقبا يوطعنا جنة سيقبا يجنة سوج من يلطل الجهنميين كجهنم يمتوت كجهنم يوطوت سوج إيالو سمات شون يميت أروات شو كفل وجم علو. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام اندي بلوالالو كسات سوج أنستنيا قطعت علو ميبالو سو اقروتشو سر أخمس قدميه مالت يتاتشن يوم منكم ببت أخمس يبالال على أخمس قدميه بهولت اقروتشو سر هولت فموج يسات فموج شامتتو درق سيدرق ببت كساتو قاتلو يتنسى ودياو دستنا وجت اندمي فلا برث دست اندمي فلا عناتوس كمي فلا درس يميا درسوت ناتشو انجدي هلتو جمراوش اندزي كهونو جهنم ما يقبا انديت اندمي ككل تملكتو مرجل مالت يا مدنو مبالو كدر من لونو يا كمداب يمي سراو برث دست اللي هون جلال قمقم يميبالو دمو دست مالتنا هلتم كنهز كبرت لسرو جلالو كدنقام لسرو جلالو المهم ان دا فلالون عينتنا من اقرن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لواسا ليزداد شكرا ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام انديها الوالو أنداتهم جنة تقبوم عطفتوا بهن نرو يقبابت ينبرون يجهنم درشاون يملكتوا يعصيوا بهن إن جاء الله انديها مسقن يبلد أندم سوساتا يقبام تروس أرطو بنبرا ليدرسو ينبرا جنة يمياسايو بيهو ننجي الله سبحانه وتعالى يبلتان اندي ستار قتال. باب في الحوض يا نبي عليه الصلاة والسلام قد باتشو. أنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر
ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. يعني حود عن دوري أسكد الله النبي عليه الصلاة والسلام يوهو نتأت كواتتي نتانوالو شتاو كمسك يتعفت أنوالو كيزانه مالت ما 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 تجاو برجو قوتشو اندسا مايكو كبناتشو كسو عند قزي يتقونتش اجميو اللكايت أماهم مالو النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح في اللفتة أتشوه يمي تبك أتشوه حوضا لني يعني قدب صفاته كجرباء اسك أذرح كعدن كصنعاء كأيلة اسك صنعاء أمي بال يا أنس يمكتلوا حديث. أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريك كعدد نجوم السماء. يني حوض صفاته كأيلة كصنعاء درسناه يإبريكوش يمات جاوتشكا يمك جاوتشكا بزاتو دقمو يسماي كوكبني هالنو. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من دون ملوت نبي عليه الصلاة والسلام تنجي يالهن وتقمي يالهن قمي يالهن يهون بودن أغنيهن حتى إذا عرفتهم ساوك أتشو مأن من دهون ساق خرج رجل من بيني وبينهم بني الناب النس مكاكل يهون سوية بدكالة بكالة فقال هلم تلون والاتشو. فقلت يا عين وديتنا والكت؟ قال إلى النار والله. ودع ساتنا مهيدوت دي أوكاتشو. قلت وما شأنه؟ من هنا ونو النسوات شندي هنود؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء أنت كموتك بهالا أنت كتليهاتشو بهالا ودوهالا جرباتشو نيزو كويروتوناتشو ودوهالا تملسو نبر ودفت القتلون كفروال يا الله ارتدوا. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ليلا دمو بودن يمتال عيال له هالو يه بودن كايهن وهالا دمو. قال هالوم قتل نوبلو على تشو. قلت أين وديت يهدالو؟ قال إلى النار والله. ودساتن أمي هيروت من أدر قال له. قلت ما شأنهم؟ من هنا ونوالكو أتشو. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء النزي كو كانت بهالا كانت موت بهالا اسلام انتتو دين انتتو قرآن انكرتو ودا جرواتشو تملسو ودوهالا تملسو ينبر ودوهالا يهدو كهديان ويمي كفروناتشو. فلا أراه يخلص منهم من لا مثل همل النعم كزيه سات كندي هلو نقر يمينة نسا يمي وطعي مسلنجم بات امتكيت كال هنا عندو عندان دقمل برق قام متدبر قمل اللجم يندز يا عينت يهال قطر قال هنا بالسكر بفسهم ينسى يميوتو عي مسلن يمالو. يا الله يا الله يا الله بات أمرهم يسفروا يا رسول عليه الصلاة والسلام صحابه وچنقان هنو إلى جهنم إلى النار والله ميبالو باتشو كهنا كزيا وديه ياللو خلق كزيا وديه ياللن سووش من يبجني هن لا تدري ما أحدث بعدك بالا اللهون كأنت بهلا من عند سروس لما تك تو تقبل بالا اللهون أصحابي أصحابي لاللهون يني والدروش كوناتشو من أرقون ولا اللهون لا تدري ما أحدث بعدك كأنت بهلا يفسموت دبايا تفوت انتفات أتاكم بالا اللهون بزيك زي من لاللهو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لاللهون عارق اللين يرى روسد اللين يطفو اللين كان يتقبل اللهون يالو. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء
يني حود صفاته كمدينة النبوية كمدينة اسك صنعاء درس كسعود عربيا محل كالج كتما كمدينة اسك صنعاء يمن وانا كتما درس يالله ركت يعني هل نو حود صفاته يمتأجعو كوكب دمو يمتأجعو دمو برشقونا إبريكوچو كنجوم السماء عند سماء كوكب بذات ياللونو يوم يميتتاو نجر إذا ياللوها دمو طفتناو عند ميسكنو عندوها 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 تتنو متعفتو عند ميسكنو مشتو سلازي يحوضاتشو تلك النتنا يحوضاتشو نصفات بتلاقي مثال يتقصد تلك مهون لمجلس انجي كزهم يبلت انه مالتنو عائلة الناس ونعاب الاول جرباء ان اذروح بميل ليلة مبوت علينا موضوع تابع لعمان جرباء مبالو عمان وستي اللاقرنو اذروح مبال دمو شامنو انجدي كالنزي تنستو زيا مهكل ياللون صفاتون النبي عليه الصلاة والسلام ينقربت حديثنو يزاريو تمرتاتشنن زيو لاينا قمالن بميكتلوت كنوش بميكتلوت مرتوش كم من نقنا يدهنا هونو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلمين فحدثوني ما هي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرقى الستر. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.